متى أحسن العمل اطمأن، متى أحسن العمل فليحسن له بربه. يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فمتى أحسن العمل وجد في العمل ونصح في العمل حسن ظنه بالله، ومتى ساءت أعماله ساءت ظنونه. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر محارم الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه. ومن علامات ذلك العناية بالصلاة والمحافظة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر. والحديث أيضا: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. فإذا حسبت نفسك وجاهدت أهل الله وحافظت على الصلوات في الجماعة وأحسنت في أعمالك، عند هذا يحصل ظنك بالله وتطمئن إلى ما وعد به أولياءه من النجاة والسعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله واتقوه واستقاموا على دينه، هم أولياءه. فمن أحسن العمل وجهد نفسه في العمل حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساءت ظنونه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.